ايوه، بس تفتكر ايه الوظائف المتاحة عندكم اللي ممكن ما تصيرش لا شكوك ولا شبهات؟ خلينا في المصريين الاول، مهندسي البترول مثلا، هذيل يداومون اسبوعين ثلاث وياخذون مثلهم اجازة وعادي يسافرون، والمحامين اللي يشتغلون هني وهناك، واصحاب المشاريع التجارية مثل المحلات، المطاعم، الشركات، هذيل نقدر نرسل وياهم باستمرار فلوس للجماعة. اما المواطنين ما عليهم خوف، هذيل سارين سياحة ما حد له شيء عندهم ويقدرون يسافرون في اي وقت، بس نكون حذرين في قيمة المبلغ اللي ياخذونه وياهم. وتحويلات جماعتكم لمصر بتتم على حالها لأنها شرعية، رايحة لأهلهم وما حد له شيء عندهم، وهناك هم يوصلونها مثل العادة للجماعة.